match des eaux. Aujourd'hui, je pense que et la Tunisie, et nous, même le Sénégal d'Arach, تخسر ماتش الاول ولا الدور الثاني ولا الدور الثالث حتى تنطق كورس باش تدوز باسكو لوبجيكتيف ديالنا وندوزو الدور الثاني ماشي انا عارف الناس اللي كنقلقوا من هذا الفراج ولا حتى بزاف ماتشات بيان سور يبي دي سبيكتاكل على لافان العربي السعودي تيزون 3 بوان ماشي الارجنتين كتشوف par exemple l'Iran qui a un trajet de l'ouel les galos ils sont pas bons aujourd'hui la Tunisie, ils ont compris comme nous qu'il fallait le premier match être solide contre des équipes européennes parce que d'habitude c'est les Européens qui ont été rachis. Qui jouent le match Ouel, qui est le premier match Ouel, Madar Ouelou, au Flachar, qui est le premier match l'expérience qui a fait qu'il est chez nous. On est une équipe européenne aujourd'hui avec nos principes africains. On a envie de se qualifier, peu importe la manière. Le plus important c'est de rendre fier notre pays. Et nos supporters, et je pense qu'ils seront fiers heureux si on passe le premier tour. Si on fait comme en 2018, on a fait comme en 2018, un point, un point à 9, donc on va essayer de prendre le plus de points possible pour se qualifier. Je dis bien pour se qualifier. Et Admat El Rabda, ça n'a pas changé, on va être solide. On va essayer de poser les problèmes, on va essayer de rendre fier l'Afrique, parce que là on représente l'Afrique, et le plus important aujourd'hui c'est que l'Afrique passe les poules aujourd'hui. C'est un binôme, les Africains, on est capable de passer, et ça va passer par un état d'esprit un peu plus européen, on va dire. Savoir passer les poules, et après, si on passe les poules, je pense qu'on sera très dangereux. نفكر في طريقة اللعبة التي سنعتمدها. هناك أحيانا هناك تعادل، أحيانا تخسر، أحيانا تفوز. هذه طبيعة كرة القدم، علينا أن نبذل قصارى جهودنا، نحاول أن نحصل على النقاط لكي نتأهل. نحن كنا نحاول أن نحقق الانتصار أمام كرواتيا كذلك، ولكن تذكروا أن خصمنا أيضا يسعى إلى تحقيق الانتصار، وهذه أعلى مستويات كرة القدم في العالم. تتحدث عن الإكوادور، السعودية، المغرب، الكل يسعى وراء النصر، وأحيانا يتعلق الأمر بالتفاصيل الصغيرة. ونحن كمدربين نحاول أن نوظف خبرتنا وتجربتنا، ولكن ارتكبنا خطأ بأننا ليس لدينا ما نخسره ونريد أن ندخل بكامل بكل ما عندنا. أحيانا قد نرتكب أخطاء، يجب أن نكون ثابتين في طريقة تخطيطنا، يجب أن نلعب طريقة لعبنا في كرة القدم. نحن في مجموعة الموت، نحن كندا رأيتهم الآن كيف يلعبوا، نحن في مجموعة الموت وعلينا أن نخرج من هذه المجموعة. لم يتأهل أي فريق، بلجيكيا ولا المغرب ولا كرواتيا ولا كندا، ولكن غدا ستكون مباراة بالغة الأهمية. احتياط مثل لوكاكو وغيرهم ويمتلكون الخبرة والتجربة كذلك، ولكن اسمعوني، يظنون بأن لديهم حارس مرمى جيد، ونحن نظن بأن لدينا أفضل حارس مرمى في العالم، ولكنها من المنتخبات المرشحة لكأس العالم. يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها. Pas de calcul mathématique, parce que si on est obligé de gagner, c'est pas vrai. On peut faire match nul et la Croatie perd. Ok. نستطيع أن نخرج بالتعادل ونستطيع أو نخلق المفاجأة. الأهم في كل هذا هو أن نقطف النقاط وأن لا نخسر غدا وأن نلعب لكي نتأهل. دعينا أن نلعب لنفوز، لعبنا ضد كرواتيا لنفوز. لا ننسى هذه كأس العالم على مستوى في كل المنتخبات، من المنطقة الاستوائية إلى العربية السعودية إلى المغرب، الكل يأتي بأفضل مستوى، ونحن كذلك كلاعبين وكمدربين وكأطقم تقنية نتعلم من أخطائنا ونرفع مستوانا، وإذا ما دخلنا بحالة التهنئة أنه ليس لدينا ما نخسره.